بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على التحليل الكروماتوغرافي المائي أو HPLC. يستخدم هذا التحليل لفصل المكونات الرئيسية الموجودة في خليط من عدة مكونات، ويتم هذا الفصل عن طريق مرور هذا الخليط من خلال عمود الفصل الكروماتوغرافي بعد حقن المادة المختلطة به خلال المرحلة تسمى المرحلة الثابتة أو stationary phase. يعني بيتم وضع هذا الخليط من المواد في العمود، عمود الفصل، ويعمل المحلول السائل بقى المضافة في الجهاز على حركة المكونات داخل عمود الفصل، ويعمل هذا هذه المادة التي تمر في مرحلة تسمى الموبايل فيز على فصل هذه المكونات داخل العمود كما نرى. وبنهاية التحليل يتم الحصول على كل هذه المكونات منفردة، كل مكون منفرد بذاته بصورة منفردة ونقية وجاهزة للتحليل والتعرف الدقيق على كل مكون على حدة من هذه المكونات. وبالتالي هذه المنتجات نتعرف عليها بشكل منفصل ونستطيع الاستفادة من ذلك في دراستنا وفصل هذه المكونات بشكل نقي. طبعا قد يستخدم هذا التكنيك لاستخراج مواد دوائية أو ذات أهمية طبية أو عطرية أو غيرها في الدراسات المختلفة. نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد حاز على إعجابكم على الكروماتوغرافي، وسوف تتوالى حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى لمزيد من التفاصيل عن هذا التكنيك الهام. نسألكم الدعاء وتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.